بشرتنا وشعرنا، وايه اكتر حاجه بتاثر؟ اولا عايزين نتكلم اولا على اكتر حاجه بتاثر على البشره والشعر بعد الصيف. هو اكتر حاجه طبعا احنا عملنا حلقه هنا قبل الصيف قلنا نصايح يا رب اي حد يكون عملها مشي يعني عليها مشي عليها في الصيف. اكتر حاجه طبعا بتاثر كلور وماء ملح للشعر، طبعا بيقصفوه بينشفوه جفاف تقصيف كل حاجه. الكلور كمان بيأثر حتى على الجلد لان في بولز بتبقى حاطه كلور زياده، فحتى ساعات بتعمل حساسيه لبعض الناس لجلدهم. صحيح. الشمس طبعا بتزود التجاعيد، بتعمل تصبغات. الشمس بتزود تجاعيد؟ اه طبعا. ده في بعض يقول لك اقعد تحت الشمس عشان تشد البشره. تشد البشره. لا لا طبعا. يعني لازم، امال احنا بنحط ليه سان بروتكشن واس بي اف على طول؟ بنقول لازم يبقى في الروتين بتاعنا، لان لا طبعا التعرض للشمس بيعمل ايجنج، اكتر حاجه بتعمل شيخوخه للجلد، فمش المفروض ان انت تتعرض. كرمشه وطبعا تصبغات. طبعا. ايه كمان المشاكل اللي بتتعرض لها؟ بتبقى والشعر بقى من الرطوبه يعني شعرك وبشرتك بتبقي راجعه من الساحل طبعا مسلوخه. مسلوخه صح؟ صحيح. طبعا في ناس بتقول ان الرطوبه من الحاجات اللي بتاثر سلبا على البشره والشعر، هل فعلا الرطوبه ليها تاثير سلبي؟ الشعر طبعا الرطوبه، مثلا احنا كلنا في الساحل بنعاني، واكيد انت يا لميس برضه وهنا يعني الشعر كلنا شعرنا طبعا بيبقى هيش قوي من الرطوبه. ف يعني هو اثر الرطوبه الوحيد هو هيشان الشعر؟ الجفاف. الجفاف هو بيعمل جفاف عامه لجلد، يعني جفاف لبشرتك وجفاف لشعرك، فبيبقى مهيش الشعرايه. طب وده حله ايه؟ حلو ان انت تستخدمي سير، يعني مش هقول بقى اسماء بس السيرم للشعر. وقبل كده انا كنت قلت لكم وصفه هنا في البرنامج برضو للهيشان بتاع الشعر، ان تعملي الوفيرا مع ميه في سبراي وترشيه على شعرك. اللي هو جل الصبار. بالظبط جل الصبار. لو مش افيلبل ان هم يجيبوا سيرم برضو بيقلل قوي من الهيشان بتاع جل الشعر. جل الصبار وايه للهيشان؟ ميه بس، معلقه في ميه وتحطها في سبراي بخاخه وترش بيها على شعرها، بيهدي قوي الهيشان بتاع الشعر. طب انا عايزك بقى تبصي كده للكاميرا بتاعتك. ايوه. وتشرحي للبنات بتوعنا اللي راجعين من المصيف الخطوات اللي بداوا يعملوها عشان ترجع بشرتها ترجع صحيه من تاني. مع كاميرتك بقى وعيش وقولي لهم اللي انت عايزاه. بص، هو اول حاجه ان في كاميرتي دي. ايوه. اول حاجه ان من جوه قبل من بره، يعني لازم من جوه يبقوا مهتمين اصلا. يعني من جوه بقى من جوه الاول؟ لا لا، يعني لازم يبقوا يشربوا ميه كفايه على الاقل مثلا 3 لتر ميه في اليوم. ما يقلش عن كده. ما يقلش عن كده. لازم يبقوا بياكلوا اكل صحي علشان خاطر برضو ده هيرفلكت على وشهم وعلى شعرهم، يعني لازم يهتموا بالسلطه، لازم يبقى فيها عناصر اساسيه. جزر، خيار، جرجير، فلفل الوان، طماطم، دولت اساسيين لازم يبقوا في السلطه بتاعتهم، بحيث ان هم ده هيبان على وشهم وعلى شعرهم. الغذاء. الغذاء بالظبط. بعد كده بقى هنهتم بيه بقى زياده. في ناس في الساحل طبعا كله بيغسل شعره كل شويه، يعني كل يوم هنبتدي بقى نغسله مرتين في اليوم، مرتين سوري في الاسبوع، مش كل يوم علشان خاطر ما يتبهدلش. يعني الغسيل بتاع الشعر بيضره. طبعا طبعا. فلازم نغسله ماكسيمم مرتين في الاسبوع. في ناس بقى بتقول لي مثلا شعري دهني فبيبقى باين انه زي، خصوصا في حر الصيف يعني. بس في لوكيد دلوقتي تقدري تجت اوفر، يعني تقدري تلعبي مثلا ان انت تعملي كحكه عاليه، تعملي يعني انت مع ان احنا نلم الشعر ونحط له حاجات تغذيه على اننا نغسله؟ لا، يعني تغسليه بس ماكسيموم مرتين في الاسبوع، بقيه الايام تقدري تعملي في شعرك تسريحات تبقى مداريه، ان هو حتى لو هو دهني معاكي شويه ديل الحصان العالي طالع موضه قوي، وممكن تثبتيه بس بواكس فما يبقاش باين ان هو في دهون. ده طول النهار كده يبقى لفاه ديل الحصان لا وكحكه لا في الايام اللي هو فيه، زي ما هي هتغسله مرتين في الاسبوع مش هيلحق معاها انه يبقى مزيت او شكله وحش، يعني في الايام اللي هو